مشاهدينا الكرام، وحول هذا الموضوع ننتقل مباشرة إلى مجلس النواب، ومن هناك الزميل جابر جمال. نرحب بك جابر في نشرتنا الإخبارية. هل وضعتنا في صورة ما يحدث الآن في مجلس النواب؟ تفضل. نعم حسن، منذ ساعات الصباح الأولى وصل نواب الكتل السياسية إلى مبنى البرلمان، وبدأ بعد ذلك انعقاد اجتماعات داخل الكتل السياسية. حدثت اجتماعات كثيرة، منها ما انتهى ومنها ما زال قائما حتى هذه اللحظة. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعقد الآن اجتماعا داخل المجلس، قبل أن يعقد يوم صباح اليوم اجتماعا ايضا بقياده هوشيار زيباري في فندق الرشيد، اجتماعا كان يعني اشبه بالتحضير للجلسه الاولى. ايضا كان هنالك اجتماع لدوله القانون، نواب دوله القانون برئاسه النائب عطوان العطواني. ايضا كان هنالك اجتماع لتقدم وعزم، قاد هذا الاجتماع السيد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ويعني المرشح الاول للقوى السنية لمجلس النواب. واجتماعات كثيرة حدثت حتى هذه اللحظة كلها تحضيرا للجلسة الأولى. الجلسة لم تعقد حتى الآن، كان من المفترض أن تعقد في تمام الساعة 11 لكنها لم تعقد بسبب. لماذا أجلت جابر؟ يعني ما الأسباب من الإطار الرئيسة التي جعلت الجلسة تؤجل؟ ما بين طلبات الكتل، بعض الكتل السياسية للتأجيل، وأيضا ما بين الاجتماعات القائمة للأحزاب والكتل السياسية داخل البرلمان، وبذلك لم تعقد حتى الآن، ولا يوجد أيضا إعلان رسمي لتأجيلها. لكن بشكل عام يعني تتحدث المصادر الإعلامية من داخل المجلس بأن الجلسة ستعقد في تمام الساعة 3 ربما وربما قبل ذلك. بشكل عام أيضا وصل نواب سائرون إلى البرلمان مرتدين الأكفان يعني للدخول إلى الجلسة. أيضا وصل نواب امتداد كما وصلت الأخبار وكما التقى بهم الزميل علي أسد، وصلوا بعجلات التكتك لمبنى البرلمان. كل هذه التحضيرات وكل هذه الاستعدادات تبين وجود مفاجآت ربما اليوم في الجلسة الأولى للدورة الخامسة، ربما هنالك مفاجآت ستجري اليوم. أيضا نواب المكون المسيحي يتواجدون في المجلس، كل الكتل السياسية متواجدة. لكن هل ستكون الجلسة بانعقاد بدخول النواب أم سيكسرون النصاب؟ هذا الشيء مرهون بإرادة الكتل السياسية والاتفاقات ربما التي تحصل في الدقائق أو الساعات الأخيرة. هنالك من يعتزم الدخول إلى الجلسة والمضي بعقد الجلسة، وهنالك من ينوي الدخول إلى الجلسة ترديد القسم وبعد ذلك يخرجون من القاعة. هذه المستجدات والأحداث التي توفرت لدينا والمعلومات التي توفرت. هل جميع الكتل متواجدة الآن ومستعدة لدخول مجلس النواب أو الجلسة الأولى لمجلس النواب، أو هل هناك مثلا قسم من الجهات السياسية لربما لم تحضر، أو قسم من الفائزين لم يحضروا إلى الجلسة الأولى للبرلمان؟ بحسب المشاهدات حسن، غالبية الكتل وغالبية النواب يتواجدون داخل مبنى البرلمان بأعداد كبيرة من كل الكتل، يتواجدون في المجلس. كل الجهات السياسية وكل الأحزاب والتحالفات يتواجدون اليوم في المجلس. تعلم هذه الجلسة الأولى تحتاج إلى ترديد قسم، عقد النصاب أو كسر النصاب هذا يتوقف على الاتفاقات النهائية كما قلت لك. طيب زميلي. طيب جاب. وأيضا على التفاهمات التي تجري حتى هذه اللحظة. إذا نتحدث عن المناصب، القوى السنية رشحت السيد محمد الحلبوسي كمرشح وحيد يعني أتحدث عن عزم وتقدم. نعم. كمرشح وحيد هو محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، سيكون التصويت له أيضا، وهو الأوفر حظا حتى من قبل بعض الكتل السياسية التي أيدت الحلبوسي، وإن لم يكن بشكل معلن لكن بحسب المعطيات المشهد السياسي والتفاهمات التي تابعناها منذ الأيام. طيب الماضية. أيضا التحالف أو الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح الشاخوان عبد الله النائب عن كركوك كنائب ثاني لرئيس مجلس النواب، وبالتالي أيضا المرشح الأول النائب الأول لمجلس النواب ربما سيكون لحاكم الزاملي بحسب التسريبات. طيب جابر، هذه الأمور لربما حسمت يوم أمس، لكن الأهم من ذلك وبما أنك متواجد الآن بين أروقة مجلس النواب، يعني هل لاحظت هناك
اجتماعات أو لقاءات لربما بين الإطار والتيار الصدري في اللحظات الأخيرة قبل الدخول إلى الجلسة الأولى؟ حتى هذه اللحظة لم يحدث أي اجتماع مشترك أو لم يعلن عنه، إن جرى لم تصل لدينا هذه الأخبار. تعلم نتواجد فقط أو مخولين فقط بالتواجد داخل الدائرة الإعلامية، وهي مساحة ليست بالكبيرة، أي تنقل للكتل السياسية أو مقرات الكتل السياسية المتواجدة داخل البرلمان لم نستطع الوصول إليها. كل الصحفيين يتواجدون في هذه القاعة، كما ترى زخم في الدائرة الإعلامية أو المركز الصحفي. نعم، كان الله في عونكم زميلي جابر جمال وجميع الأخوة الزملاء من الصحفيين. جابر جمال كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.